نيجي بقى دلوقتي المحشي اللي هنعمله. انا هحشي بتنجان وفلفل وكوسه العادي. فانا عندي هحشي رز، الخضره الطبيعيه خالص بتاعتنا شبت بقدونس كزبره ماشي، ده الطبيعي، البصل كمان طبيعي طبعا، والثوم، الزياده شويه ان انا بحط تقوير الكوسه اللي انا مقوراها، بحط جزر مبشور ده الزيادات، بحط بنجر مبشور وفلفل رومي مقطع صغير، دي كلها ما كانتش بتضاف الاول، وطبعا عصير الطماطم اللي انا هحطه، وصلصه، شويه نعناع بقى وكمون وبهارات، ده التحابيش اللي في الاخر تمام كده. بس لازم تحط شويه زيت علشان الرز يبقى ايه، يبقى حلو ما يبقاش ناشف. طبعا حابه تضيفي مرقه ماشي، مش حابه ميه، انا بحب الميه اكتر من المرقه كمان. وفلفل بقى، احشي فلفل كمان وطماطم والحركات دي كلها. بحط في الارضيه بصل وجزر. هاخد كده بقى شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم. بصل بقى حبه كويسين كده، بصلايه كبيره بس مقطعه صغنن قوي. معاش لسه الزيت ما سخنش، شويه ملح بصات كده وشويه فلفل عشان اسبك للمحشي. هنزل بقى ايه، معلقه ثوم مفروم كبيره، مع البصله يا دوبك بس تدبل، وهنزل عليها الايه، عصير الطماطم التقيله اهو، ادي الطماطم اللي انا حطاها مع البصل والثوم وعصير الطماطم. طبعا الاحسن ان اسيب الغطا مش محط عليها عشان البخار ده يطلع، فعلى طول بسرعه تبدا تتسبك تمام. هحط لها بقى الصلصه، واخلي كده معلقه للميه اللي هسقي بيها الايه، حط كده معلقه هنا في الكزرونه، معلقه صلصه كبيره، احط الايه الجزر والفلفل، فلفل رومي مقطعاه صغير كده حبه كتير، يعني قرن من اللي هو الكبير ده مقطعاه كله صغنون خالص كده. وجزر مبشور، والبنجر بنجرايه كده متوسطه، ما مش كبيره قوي، متوسطه، هي نيه زي ما هي كده انا بشرها بس. كوسه طبعا، حطي كوسه بالكميه اللي انت عايزاها بقى، دي طبعا قليله قوي نحطها دي، بس لا كتري كتري الكوسه كده كده بتدبل خالص في الخلطه. الرز على النار برضو كده، الرز ومعاها شويه كمون والملح، اظبط الملح بقى بتاع الرز، والفلفل الاسود، وشويه النعناع افركهم بالايدي كده عشان ينزل ناعم تمام. واقلب بقى الرز كده على النار تقلبتين واشيلها، ممكن كفايه كده تمام. اروح واخداها الخضره بقى بره النار، الخضره بره النار كتير بقى، شبت بقدونس كزبره كتير، بس ادي الخضره اقلب بقى ده كله كده وبس، وحشي بقى. بص المنظر كمان، الخلطه جميل جدا، والبنجر مديها لون حلو قوي. نيجي بقى ايه الحله اللي هعمل فيها، عندي جزر حلقات، بس هضيف لها شويه زيت في الارضيه كده عشان ما تلزقش، شويه معلقه زيت، معلقه الزيت دي بقى بتعمل ايه، بتخلي بقى المحشي كله يلمع، يعني معلقه زيت واحده كده في الارضيه هتغلي، هحطها في الارض مش هي ليها كذا ميزه، ان هي مش هتخلي الحاجه تلزق في ارضيه الحله، وكمان هتعمل ايه، خلي المحشي كله يلمع، يعني دي مهمه حلوه قوي. هنا عندي بقى بصل، هاله اهلا يا هاله، طبعا انا عارفه ان ارخم حاجه لما نيجي نقور وانتوا بتقوروا بقى يعني مش شارينها، طبعا كتير جدا بيقوروا. اول حاجه قوري الكوسه
عشان بتقوريها بعد البتنجان بتتكسر منك على طول. انما اول حاجه قوري الكوسه تبقى ايديك لسه محافظه ان البتنجان طري، لو اتعوج منك المقوار جوه البتنجان مش هيحصل له حاجه زي الكوسه. الكوسه اول ما البتنجان المقوار بيعوج بتروح ايه على طول بتشق. فاول حاجه اعملي الكوسه وبعدين اعملي بقى في الاخر ايه البتنجان الاسود والابيض. الطماطم دي زي ما قلت لكم احنا بوريكم بس تقويرها وريها لكم شكلها ايه. يعني هي ما فيهاش حاجه صعبه ولا حاجه، هي زي كده بصوا اهي، بنفتحها بس من فوق كده ونفضيها بمعلقه بالشكل ده، بمعلقه يعني بنقور الطماطم بمعلقه صغيره كده، نبدا ان احنا ايه نقورها من جوه. هنشيل بس البذر واللحم اللي في الجناب وخلاص. بعد كده الطماطم بقى والفلفل من النوع اللي بيتحشي قوي، يعني ايه قوي يعني لازم نحط كده ونضغط الرز. الطماطم والفلفل لازم يتحشوا قوي عشان ما تلاقيهاش طريه قوي كده وفاضيه، يعني تلاقيها فاضيه. الفلفل والبتنجان والكوسه لا نحشيها على الهادي، نحشيها على الهادي ما نكبسش الرز ماشي، ما نكبس ولا نخليه فاضي ولا مكبوس معقول، انما طماطم فلفل لازم نضغط على الحشوه كده بالشكل ده، تبقى مضغوطه قوي عشان تطلع معاك كويسه، وغطيها كده وروح حاطها تمام. بس كده اهي بالشكل ده. طبعا الميه انا حاطه بس الزيت عشان كده عايزه احط الميه بسرعه هنا كده. ايه الميه دي ما بتبقاش كتير قوي، انا هشيلها من على النار. لازم الميه دي ما تبقاش كتير قوي، تبقى قد الرز، كفايه قوي قد الرز. يعني انا حاطه كوبايتين من الرز، يبقى احط كوبايتين من الميه او كوبايتين وربع. اعمل حساب بس الايه ان هي هتبدا تغلي، هحط بس كوبايتين حتى بس هنا اهو خلاص. هبدا احط لها بقى انا معلقه صلصه وشويه ملح وفلفل. ممكن شوية كمون كمان كده. انا خلصت العزومة بتاعتي، هسقيها بقى كده